وعلى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية القاضية بالارتقاء بالصناعة الصيدلانية لتغطية السوق الوطنية من الأدوية والوصول إلى صناعة صيدلانية تحمي السيادة الوطنية في المجال الصحي، يكمن الرهان الحقيقي للجزائر اليوم في التحكم في العوامل المرتكزة على التكوين والبحث، وهو ما عكسه اليوم الدراسي حول دور الجامعة في ترقية الصناعة الصيدلانية من أجل تحقيق الأمن الصحي بجامعة الجزائر واحد بن يوسف بن خدة، بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة ياسين المهدي وليد، حيث تم تأكيد على أهمية البحوث العلمية ودعم وتشجيع الكفاءات الجامعية لتمكينها من إنشاء مؤسسات ناشئة.